بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راحين نشوفوا وصفة التاكوس. أول حاجة هنا راحين نبدأ بالحشو تاع الدجاج، راحين نديروا له التتبيلة كيف كيف. هنا التوابل طبعا كيما تحبوا حطوا وش عندكم توابل اللي تصلح مع الدجاج. عندي هنا صدر تاع الدجاج كيما كتشوفوا، هايلك قطعتوه هكا، ديروه بالطول هكذا، لما نحطوه يعني في ساندويتش ما يجيش تفتيف ويطيح. عندي الملح، عندي الكاري، عندي لهنا رشه خفيفه خلاص من الكمون، عندي القزبر، الفلفل الاحمر، عندي الفلفل الاسود، وعندي زوج فصوص تاع الثوم، وعندي لهنايا الخل. راح ندير كذلك شويه تاع الزيت. هذا اول حاجه راح نحكم هذاك الفصوص تاع الثوم، نربيهم هنا نحكهم هكا. راح ندير الملح هكذا يكفي، نزيد شويه الدجاج حب الملح، ونحط التوابل اللي هدرت لكم عليهم كامل شويه شويه. هذا الكمون نحاول ندي غير رشه خفيفه باش ما يجيش يريح فيه هكا، النكهه برك. القزبر الفلفل احمر، ندير شويه تاع كركم زيت نحط هنا، فلفل اسود، ندير كركم للون برك، انا نشتي نديرو للون هكذا. ندير الخل يعني حوالي ملعقه كبيره حتى زوج ملاعق، راه يجيني الدجاج طري، هو يعني للصدر راه يجيكم طري ما تخافوش. نحي هذو، ندير شويه زيت، زيت نباتي كذلك يعني حوالي زوج ملاعق كبار هكذا. الان تسمحوا لي نخلط بيدي. هكذا بعد ما خلطتهم، هنايا كاينه خطوه اختياريه، تقدروا تضيفوا علبه تاع ياورت طبيعي، انا بما اني ما عنديش ما حطيتش، تقدروا تزيدوه لهنا راح يزيد لكم طراوه للدجاج وبالنفاني. هكذا نحكموا نغلفوا مليح، وراح نخليه يريح في الوقت اللي نوجد العجين ويختمر، يعني ندير المراحل اللي نحتاج قبل ما نطيب الدجاج. راح نحطه هنا في الثلاجه، اللي عندكم الوقت يعني وكانوا عندكم دوزان كامل وجدوه من قبل، يعني واحد 3 سوايع حتى 4 من قبل، وخليوه في التتبيله هنا يتشرب مليح باش يجيكم بنين. اذا راح نخليه في الثلاجه ونجوزو للعجين. اذا هنايا نجوزو للعجين، راح نغربل كمية من الفارينة، راح نحتاج 500 غرام. اذا هكذا 500 غرام الفارينة راح نضيف لها، قلنا 500 غرام، نضيف لها فنجال هكا تاع الزيت، ولا ديروا ربع الكاس لما الفانقيس يكون به. هكذا ندير الملح، نملح على حساب الكمية، ندير خميرة الخبز، ندير مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، زي هذي شوي صغيرة ندير منها زوج، ندير مغرفة كبيرة تاع السكر هكذا يكفي. هذا هما، راح نخلط المكونات هذو ونلمهم بالماء دافي. هكذا نجمعهم بالماء يكون دافي بما انه كاين خميره. نحاول اني نعجنها شويه، ضروري تتعجن شويه حتى ترطابه.
هنايا انيه حطيت فيها شويه تاع فرينه، هاي لك بعد ما جنت العجينه راح نغطيها بكيس بلاستيكي كما العاده ونخليها حتى تختمر ان شاء الله. ومن بعد نرجعوا في هذا الوقت، انا بعد ما نخليها تختمر راح نروح نوجد شويه فريت اللي نحشيو به التاكوس تاعنا. وهذيك هي باه نجيو قد قد بعد ما اختمرت العجينه راح نهبط لها الخمور ونشكلها كريات. اذا هنايا هكذا وراح نقلب عليهم القماش كما قلت لكم ونخليهم يريحوا حوالي 10 دقائق ونبدا نطرح ونطيب مباشره. هنا من جهه اخرى درت شويه زيت في مقلاه وراح نحط هذاك الدجاج تاعي نحطو على النار ونخليه حتى ينشف بشكل جيد ويطيب. اذا هكذا نديه نحطه فوق النار. اذا هكذا انا هنايا زيت كيما تشوفوا ملعقه تاع طماطم مصبره مقبله نسيت ما هدرتش عليها ونسيت ما حطيتهاش، تقدروا تحطوها قبل مع المكونات تاع مقبل. اذا هكذا راح نخلط انا مليح المكونات هذه ونخليها حتى يطيب لي هذاك الدجاج مليح ونروحوا بك للخبز نطيبوه. اذا هنايا راه مريحوا لي شويه راح نبدا نطرح فيهم، ندير شويه فرينه ونطرح. اذا هكذا بعد ما نطرحهم راح نخلي يعني ما نطيبهاش مباشره، نخليها تروبوزي شوي في الوقت اللي نزيد نطرح العجينه الثانيه. ماما غير هنا برك. ماما اذا هنايا راح نبدا نطيب. انا ديجا طيبت الخبزه الاولى، حطيت مقلاه تسخن، اللي ما عندكمش ديروا طاجين تاع الحديد يسخن الخبزه بعد ما تريح شويه يعني واحد 5 دقائق هكذاك، ما تدخلوهاش حتى تختمر مره اخرى يعني تريح برك، نلوحها مباشره في الطاجين لا في المقلاة. بسم الله. اذا هكذا بعد ما حطيتها كما راكم تشوفوا في مقلاة راح نستنى حتى يخرج واحد ليبول دوك تشوفوا. اذا هكذا تشوفوا هذو ليبول صغيرين راح نقلبها في الوقت هذا ونقعد نقلب فيها اشاك فوا حتى نشوفها باللي نشفت تماما، ما نحمروهاش نشفوها فقط. انا كنت طيبت خبيزات من قبل هكذا بهذه الطريقه ما تزيدوش، ونحطوهم هنا في قطعه قماش هكا باش ما يشفوش. اذا هنايا هاولك الخبز تاعنا بعد ما طيبته هاولك خليوه ابيض بهذه الطريقه، خليوه دائما في قطعه قماش هكا باش يجيكم يقعد لكم طري ونقدروا نخدموا به. اذا انا راح نخليهم هذا جانبا وراح نجيب الحشو تاعي. اذا راح نبداو بسم الله. اول حاجه انا عندي هنايا الحشو دائما كما نقول لكم اختياري، عندي هنايا جبن طري راح نحط. الدجاج اللي كنا حضرناه كيف كيف قلت لكم خليوه هكذا شرائح باه ما يطيحش يكون طوال. وراح نزيد الفريت اللي كنت قليته نحي هذه منا، راح نزيد عندي سلطه هكذا، عندي طماطم ثاني يعني ساندويتش حطوا فيه كل شيء بهذه الطريقه وراح نغلق عليه هكذا كما راكم تشوفوا. راح نحطه في الصحن حتى نوجد الثاني ومن بعد باه نبدا
هذا راح ندير واحد اخرى. انا نشيت عفوا نسيت هنايا الفرماج كنت مجدته نسيت ما حطيتوش. هذا المبشور ونفس الطريقه. هكذا بعد ما سخنت لي البانينوز مليح راح نحط لي ساندويتش تاعي هكذا ونخليهم حتى يتحمروا. اذا هكذا بعد ما تحمروا لي بهذه الطريقه راح نحيهم دوك ونزيد ندير البقيه. اذا هنا هاملك لي ساندويتش تاعي كما راكم تشوفوا. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها باذن الله تنال اعجابكم. في الاخير الا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل مستجد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.